رحت ليه سارة؟ حلو قوي. ايه ده؟ هي حامل ولا ايه؟ لا لا ايه الحيوان ده؟ ده شكله كلب. اعمل ايه؟ مستشفى مستشفى. ام 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 او اس. ايوه الو مستشفى الكلب. مستشفى. ايوه انا عايز عربية اسعاف. يا رب ولد ولد. ايه دي مش حامل؟ يا رب تقوم بالسلامة. ها يا دكتور خير طمني. كان عندها اغماء نتيجة حالة تسمم، واضح انها شربت حاجة مش نظيفة غصب عنها. اغتصاب؟ اغتصاب يا استاذ. امال ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني انا ممكن دلوقتي اخش اطمن عليها؟ لا دي طلعت فوق خلاص. ايه ماتت؟ ماتت ايه يا استاذ؟ طلعت فوق في الدور السابع. في السابع؟ وما لقيتوش غير السابع اللي طلعوها فيه؟ طيب اجي لها بكرة بقى ان شاء الله تكون نزلت لارضي. ما في اسانسير. المهم يكون في سلم. انا هتجنن، هموت واعرف مين اللي وداني المستشفى وجاب لي الورد ده كله. ده حد شكله مهتم بيكي يا جميل. ايه ده؟ لا لا لا، المحل شكله في الدور اللي فوق. ارجعي ارجعي. المحل اهو ده قافل. يلا ايه ده؟ راحوا فين؟ راحوا فين؟ نازل جراج. جراج ايه؟ لا انا رايح المعادي. ادي ده لمراتك.
الحقيقه انا يشرفني بصفتي طالب من الطلبه المتفوقين اني اقف النهارده هنا واكون عبره لكم. الحقيقه واضح من كلامكم انه انا درست هندسه في امريكا، وواضح كمان ان في اجماع على كده، وخلينا فاكرين مع بعض انه انتوا اللي اجمعتوا مش انا. كنت عايز اقول الحقيقه يا جماعه، وانا عايش في امريكا في يوم من الايام كنت بتمشى على النيل بتاع امريكا اللي هو في شارع امريكا العمومي، وحضرني موقف، حضرني موقف يعني حضرني. طيب يعني على ما احضرني الموقف خلونا نتكلم شويه بصراحه، هيحصل ايه لما نتكلم مع بعض بصراحه. حضر الموقف، موقف جميل، موقف كله شفافيه. يا جمال ازاي؟ وانا في غايه السعاده، انا مش عارفه حد خالص، انا مبسوط قوي، انا مبسوط قوي. مين ده واحد كمان؟ من ده عمر بالوفا مهندس هنا في هذه المدرسه، مدرسه اللي انا متخرج منها، مدرسة اللي انا كنت مجتهد فيها، مدرسة المستقبل الدولية للي فات. المدرسة زي ما هي يا جماعة ما اتغيرتش مش كده؟ والبالونات هايلة. عمر تعال. ايوه انا، تنادوا عليا. مساء الخير. انت مش فاكر سارة وجميلة؟ مش قوي الحقيقة، مش فاكر قوي، كنا صغيرين بقى، مش فاكر. لا مش فاكر. ولا انا الحقيقة كنت فاكرك اصلا. يلا يا جميلة. ممكن افتكر، هي متسرعة ليه كده؟ فستانها تحفة، طول عمرها بتموت في اللون الاحمر. ايه ده؟ تالتة رابع؟ يلا بينا نخلع عشان عمر الحقيقي وصل. ايه؟ عمر الحريري هنا؟ اتصور معاه بقى. بقول لك عمر الحقيقي وصل، يلا نخلع. عمر الحقيقي؟ طب يلا. لما عمر الحقيقي يجي اديله دي. امشي يلا. يلا. احنا على ميعادنا. ها؟ يا ابني احنا بقالنا ساعتين بنتفرج على حاجات احنا مش فاهمينها. مش عارف الناس دي بتبيع بيض ليه هنا؟ المهم المكالمة اللي انت سمعتها بينهم قالوا هيجوا الساعة كام؟ لا ده ما حددوش فيها لا الزمان ولا المكان. نعم. قالوا هنا. طب الساعة كام معاك دلوقتي؟ معي ساعة. شوف اتأخروا جدا على فكرة. اهم يا معتز وصلوا، جم اهم اهو. هم دول اهي اهي. بقول لك ايه، الاحمر ده كفاية ولا كنت زودته شوية كمان؟ لا حلو قوي. تمام. طبعا عارف انت هتعمل ايه. لا بص بقى، انا عايزك تدخل عليها بكل ثقة. ثقة جامد. بعدين تسلم عليها بكل رقة. بكل رقة. عايزك تسحرها بكلامك. عايزك تكعبلها. ولا انت كنت هتعمل كده؟ انت كان قصدك اكعبلها بالمضرب صح مش برجلي. ايه ايه؟ ولا كنت قلت لها انا موتها فيك؟ كنت دفنتها؟ طب اعمل ايه بس؟ ما انا ما عنديش خبرة. ولا انا ماليش دعوة بالليلة دي خالص. سامع؟ وزع! لو شخطت فيا تاني انا هسيبك وامشي. وزع! وزع! خد بالك هم جايين علينا. ايوه انا لامحهم بطرف مناخيري. ارمي الموبايل كانه ما منك على الارض. طيب امسك النضارة دي كده. كانه ماشي صدفة يعني. طيب قول كده من الاول. هي هتشوفه هتنادي عليك. ولو ما نادتش عليا انادي عليها انا؟ طيب خلاص. لو سمحت ارد عليها ولا اسبلها؟ لو سمحت رد عليها بس بتقول. طيب ايه؟ في نضاره وقعت منها. طيب وبالنسبه للموبايل بتاعي ده حضرتك ما خدتيش بالك منه ولا انت ما بتشوفيش؟ والله ايه ده عمر؟ ازيك يا عمر؟ ايه ده مش انت اللي كنتي وانت برضو كنت معايا في نفس المكان اللي كنت كلكم مع؟ يا محاسن الصدف، يا محاسن الصدف. ايه رايكم كلنا نلعب مع بعض؟ لا لا خليهم هم، احنا مش عايزين نعطلهم. اتفضلوا انتوا يا جماعه العبوا، مش عايزين نعطلكم. الجنينه كلها تحت امركم. فرصه سعيده. باي. ايه ده؟ دول مشيوا، دول مشيوا. مش انت اللي مشيتهم؟ طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ انت بتكلمني انا؟ هات الموبايل، هات الموبايل. ايه ده؟ في ايه؟
الموبايل عايز الشاحن. امشي يلا امشي. عمر ده وشه مش غريب عليا. يا سلام، عادي، مش كان زميلنا في المدرسة يا بنتي؟ لا أيام المدرسة مش فاكراه، أنا شفته وهو كبير كده. شوط الكرة عندها وروح العبها من هناك. طيب ماشي. أدوس على رقبتك يالا. إيه؟ هو بلياردو. الله، ما أنا شوط الكرة بالوضع وأنت واقف. وأنا واقف؟ أيوة. طب بلاش عرفني أنا، ما تشرح بالراحة. ارجع ورا شوية، خد لك ساتر. اتفضل. أهو. أنا آسف جدا، ما قصدتش، آسف. حصل لك حاجة؟ آه طبعا، وجعتني. طب الحمد لله. نعم، يعني الحمد لله إن ما حصلكيش أي مضاعفات. أنا هو أنت بتلعب جولف من زمان؟ ده أنا بلعب من الصبح. بعيد قوي. طب ثانية واحدة، هروح أجيبها لك واجي على طول. تجيب لي إيه؟ ما إحنا هنروح لها. بس ده مشوار طويل قوي عليك. طب وعلى إيه؟ ثانية واحدة يا اسطى، يا اسطى لو سمحت، اتنين بركة الكورة اللي هناك دي. اتفضلي وقف، اتفضلي، أنا معايا فكة، ما تقلقيش، اتفضلي. سيف يا معتز، بينج بونج. بينج بونج؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ ما تسأليش، وقت ما تنفعليش. اوعي تكلميني كده تاني. يعني حاجة زي كده. يلا باي يا سارة عشان نرجع. ليه؟ يعني كل اتفضل. طيب يلا باي. باي باي. هكلمك. باي باي. طمني، عملت ايه؟ ده اسعد يوم قضيته في حياتي النهارده. يعني ايه؟ كله تمام؟ طبعا. عيب عيب انك تسأل سؤال زي ده. طبعا كله تمام. خدت رقم تليفونك؟ لا طبعا، لانه معايا. انت غبي ولا ايه؟ ما هي ما تعرفش ان هو معاك، كان لازم تاخده منها عشان تعرف تتصل بيها. طيب قلت لها ان انت معجب بيها؟ لا. طيب خدت منها معاد تاني؟ لا برضو ما حصلش حاجه زي كده. لا ما اتفقتوش على اي حاجه خالص؟ خالص، ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي خالص. يا راجل اسعد يوم قضيته في حياتي النهارده. يا راجل جيزتك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. تأمرين بأي خدمات تاني؟ لا خالص، اسبق انت يا عم ابراهيم، انا هحصرك. من عينيا. صباح الخير عمر. ده انت دوختيني عليكي. وانا دوختك عليا ليه؟ مش دي نمرتك؟ اه. ايه ده؟ ما هي اصلا امبارح وقعت منك واحنا في الجولف، و قعدت اطلبك عليها طول الليل، كانت مشغوله. انت كنت واقفه في اشاره طويله ولا ايه؟ ميرسي. هي معرفه مصلحه ولا ايه؟ انت عرفت عنواني منين؟ من المرور. رحت المرور وكشفت عن النمره ودفعت المخالفات وجبت العنوان وزماني جاي. مش عارف انا اتاخرت ليه لغايه دلوقتي. ايه ده؟ ده في كاوتش نايم. بالراحه بقى لحسن يصحى. معقوله؟ عموما مش مشكله، انا معايا استبن. ايه؟ استبن؟ استبن وانا موجود؟ ازاي وده يصحى؟ ايه ده؟ ده الكاوتش التاني نايم. نايم اهو والله. يا لا بتشوف الكاوتشين نايمين في نفس اليوم. ده مش بعيد تلاقي السبن راح مشوار. يا لهوي الكاوتش نايم مشوار. انت فرحان فيا ولا ايه؟ انا كده هتاخر. طب ما انا عربيتي تحت امرك. ايه وانت ببصي فوق؟ انا حاركن على الشجره. عربيتي اهي اهي، الحسنه اللي طالعه هناك دي. اتفضلي اتفضلي هوصلك. اتفضلي. معلش هي هتلاقيها مجرحه شويه، بس انا جايب لها جراب هركبه لها. اتفضلي اتفضلي. تعالي خش خش. يلا سدي بقى. ايه سدي مناخيرك قبل ما ندور. نقلع الجزمه، نقص الجزمه. تستغربيش اصلا انا لما بقلع الجزمه واسوق حافي بوصل اسرع. سدي مناخيرك بقى عشان هدور. كمان رخصك منتهية؟ من كتر اللف في الشوارع بقى يا فندم. اللف؟ معلش. معاك طفاية؟ طبعا طبعا، انا مش مفروض. قرآن. خد حضرتك الطفاية. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ بقول لك طفاية. عايز طفاية حريق؟ طفاية حريق. حاضر، انا ما فهمت غلط. اهي عايش، بس مش هقدر اوقفها عشان السقف لما بتخبط في السقف. هو في ايه حضرتك بالظبط يا فندم؟ كل ده وفي ايه؟ أمن ونتانة. أمن ونتانة؟ يعني أنت بتسحب الرخص على نتانة دلوقتي؟ طب هنضفها. نضفها؟ لما عربيتك بقى تتحرق ده تطفيها بطفاية السجاير. حاضر. اطلع خفيف. حاضر حاضر. هنا
اكلمهم هناك واقول لهم الكلام ده كله ماشي؟ الله، لو سمحتوا يا جماعه محدش يشرب سجاير في المسرح. ليه والمسرح صدره تعبان ولا ايه؟ تاخرت كده ليه؟ بعدين هقول لك. ايه ده بتعمل ايه هنا؟ ازيك يا عمر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي اتفضلي ثانيه. ايه الهيبه دي؟ خلي اللوحه يمين يا جمال كمان شويه. ساره صوت لو سمحتي، الفرقه عايز تعمل بروف. ايوه بس كده. ممكن اقولك حاجه؟ ثانيه واحده. انا حلمت بيكي. وانا كمان حلمت بيكي قبل ما اشوفك، او جايز علشان كان نفسي اشوفك، مش عارف. حلمت بيه؟ حلمت ان انت كنت نايمه وكان شعرك مفروض جنبك كده على المخده وبس. غمضي عينيكي كده. كان شكلك كده، كنت شبه الملايكة. في رقم ناقص. ايه؟ مفيش ناس كده ابدا. انا ثبتها لك كروكي كده وان شاء الله هتبقى تمام. اصل المسامير ضاعت مني المره اللي فاتت وانا بفكها. ايه؟ ايوه كل حاجه. ايه ايه؟ انت هتفتحي لي تحقيق. خلاص بقى. طب ما تتفضل عندي في الاتيليه تغسل ايديك. يا ريت، انا بقول كده برضه. اتفضلي اتفضلي. اوعي تبصي وراكي، احنا دايما نبص قدامنا. على فكره عربيتك شيك قوي، بس لو كانت سودا كانت هتبقى تحفه. سودا؟ لا، الا الاسود ده انا بكرهه خالص. ولا انا بطيئه، مع ان انا اعرف ان اللون الاسود ده لون فخم كده، يعني ممكن يحدد اللوحه ويخليها اجمل وكده. النور جه. مين قال لك انه كان مقطوع؟ بهزر عادي يعني. اغسل ايدك عشان سودا. ها؟ طب فين الحوض؟ على شمالك. ما اقول لك ايه، تشرب نسكافيه معايا؟ بس مش بلاك بقى. انا حاولت كتير اغير ضحكتي ما عرفتش. تغيريها؟ هي تعمليها فايبريشن مثلا؟ تخيلي واحد ضحكته فايبريشن. خليكي بطبيعتك. انا كمان حلمت بيك عمر. يا عمر. مين برا على الفوطه؟ انا. انتي قلتي ايه وانا جوه الفوطه؟ أنا كمان حلمت بيك. لبسيني النضارة بعد إذنك بسرعة، بس عشان عايز أسمعك كويس. مش معنى إن أنا قلت لك إن أنا حلمت بيكي تقومي تردها لي يعني وتقولي لي إن أنا كمان حلمت بيك. مش هزعل على فكرة ولا حاجة، يعني كفاية النسكافيه. أنت حلمتي بيا بجد؟ حلمتي بإيه؟ سارة؟ واضح إن بابا جه. ايه؟ مالك؟ طب اجري اجري اجري. اجري من ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ طب اهرب منين؟ اهرب منين؟ تهرب ايه؟ اثبت هنا. هثبت ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ عادي. طب هتقولي له ايه؟ اخوك انا يعني ولا ايه؟ جه هنا يا سارة؟ اثبت يا ابني. اثبت ايه بس؟ هاي سارة. هاي بابا. اقدم لك المهندس عمر ابو الوفا، بابا محمد المهدي، دكتور. مش بتاعتي دي. دكتور بيطري اجدع ناس. قول لي يا عمر، انت مهندس في ايه بالظبط؟ بيطري. في المعماري. معماري. معماري؟ والله. الله، ده انا احتاجك قوي لما نيجي نروح المزرعه. اتفقنا؟ عيني. حاضر. اكسلنت. يلا سي ليتر اليجيتر. يلا باي. باي بابا. ده مشي. اهو. عادي كده؟ عادي يا شيخة. قلت له ان الفوطة مش بتاعتي. يا ابني ما قلت لك ما تقلقش. بابا لارج. ده انا حبيت هنا. الواحد نفسه يعيش في العزبة هنا على طول. ايوه. على فكرة يا طنط، انا لقيت شقة جنبكم هنا، وان شاء الله سارة تبقى تضبها براحتها.
هو عمر تأخر ليا معتز. زحمة بقى وكده و... يا باشمهندس مش ايه يا جماعه؟ يا جماعه انا كنت بلعب معاها على فكره. لا لا واضح ان انت بتخاف من الكلام. ليه ده لذيذه قوي. مين اللي عامل زعلان في الاستفهام ده؟ الدكتور ادهم. المهندس عمر. اهلا وسهلا. وحضرتك دكتور في ايه بالظبط؟ نساء وتوليد. الاثنين مع بعض يعني ولا نساء وتوليد ولا نساء ولا توليد؟ الاثنين قسم واحد. ما تيجي يا حبيبتي تفرجيني الورد اللي انت زرعتيه. يلا حبيبي. يلا ستي. تيجي نجرب الطياره انت لابسها دي في الشمس. نعم. مع بعضينا يعني نحكي مع بعضينا. طيب يا رب. طب ما تيجي انت كمان بقى تفرجينا على المزرعه بتاعتكم دي. طيب يا رب. تعالى لذيذ قوي. واللذيذ بقى يبقى قاعد مع اللذيذ. ارغي معاها. ها ارغي معاها. حلوه الرنه دي. هاتي ابعتها لك. شايف دي؟ دي البيضه في الصدر. اسمها على اسمي. لا يا شيخ. اسمها ساره محمد المهدي. طب استنى اطلع اجيبها لك. هتوصل للرنه دلوقتي بعد اذنك لو سمحتي. لا 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 خد بالك خفيش. اهي وصلت اهي. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه. مالك في ايه؟ مفيش حاجه. خد بالك. مالك عمر؟ عمر مالك في ايه؟ مفيش. ضغط ضغط شويه. معلش ما تقلقيش اصلا عندي ما. عندي مشكلة في الأماكن العالية دي. عندي فوبيا. فوبيا؟ تخافيش دي مش معادية. عمر سارة هتيجوا بقى. ايه ده؟ بابا بينادي. تعالى ننزل. سيبك منه دلوقتي. تعالى بقى يا عمر أفرجك على حتة الأرض الفاضية الحلوة دي اللي ممكن يتعمل فيها حاجات كتيرة قوي. لكن أنا في مخي عايز أبني طاحونة هواء تولد كهرباء للمزرعة. دي فكرة حلوة جدا. ترسمها لي يا باشمهندس. دي فكرة وحشة جدا. فكرة وحشة ان انا ارسمها يعني. ده دي طاحونة يا عم يعني اي طحان ممكن يعملها زي العمارة كده اي عمار يعملها يعني مش لازم مهندس. ازاي بقى؟ امال ايه؟ انا بحب التخصص. لما اقول هبني يعني لازم يكون في تصميم. طبعا. ولما يبقى في تصميم يبقى لازم يكون في مهندس. اكيد. ولما يبقى في مهندس يبقى لازم يكون في مين؟ مين؟ عمر. حمرة. ايه اللي حمرة بالظبط؟ طحونة. طحونة. نعمل طحونة مطولة كده حمرة زي اللي في جامعة الدول دي اللي بقى. عمر. نعم. تعالى نلحق نروح الزريبة. يا ولاد الحقوا الزريبة. الزريبة بتتحرك ولا ايه؟ هو مش هيجي معايا الزريبة ولا هنروح نلاقيه هناك؟ يلا. انا بقى يا سيدي مشكلتي اني ما عنديش مشكلة اصلا ولا حتى صغيرة. يعني بحس ان الواحد لازم يبقى عنده حاجة كده قلقاه وما تخليهوش يعرف ينام. وانا بقى شكلي داخلة على مشكلة قريب. دي مشكلة قوية. يا سلام عليك. ده انت كان لازم فعلا تدخل كلية هندسة. ده انا حتى لو خريج طب بيطري هنيكي بتقول ان انت مش عايزة تقوليه. طب كلمهم شوفهم هما فين. مين؟ هنيكي؟ وزة احنا في الزريبة. في الزريبة؟ لا لا ما تفهمش غلط. هي واضح انها بتحب الزرايب على فكرة. يا لعلي صوتك انا مش سامعك. معلش اصل انا مش ماسك الموبايل في ايدي. امال ماسك ايه؟ مش لازم تعرف على فكرة. يلا اتلحلح ولا بحبك. افتح معايا حوارات لغيها. امال قاعد ده كله بتعمل ايه؟ بعمل شاي بلبن. قول لها ان انت بتحبها. بتقول ايه؟ اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ مش سامعك. بقولك اقول لها دلوقتي ان انا بحبها. اكتر جاموسه بحبها هنا من ساعه ما جيت وانا حاسس اني احبها. ايه ده؟ ده في جاموسه على بقك. في اسمه ايه ده؟ في مسح بقك. مسح بقك. انا تحت. ها بقى قوي. انا بعشق المكان ده. بص بص حلو ازاي. انت عارف لما بقى متضايق باجي اقعد هنا. مين ادهم ده؟ ابن خالتي. طب يعني هو ادهم ده متعود انه يعني يبقى. انت بركز معاه كده ليه؟ ما تنساه بقى. يلا يا ساره انزلي عشان تركبي مع بابا عشان ما يسوقش لوحده وانا هركب مع ادهم عشان راح ازور خالتك. طيب اوكي. هي ماما لازم تروح تزور خالتك النهارده؟ لازم. خلاص اوكي ان شاء الله ابات عندها. ايه الغلاسه دي؟ ايه ده؟ يا ساره يا ساره. طب والكلب ده مش هيروح يزور خالته هو كمان ولا ايه؟ ما تجيبها البيت معاك. ها؟ بس يا ساره يا ساره استني بس. رجب من فضلك طلع الحاجات دي فوق. ها هتطلعي معايا ولا هتخش الاتيليه؟
لا انا هستنى عمر، انا مش عارفه هو ليه اتاخر لغايه دلوقتي. اوكي هطلع انا بقى. كلب لطيف. ايه ده انت، ايه اللي بهدلك كده؟ اصل انا كنت معلي الكاسيت شويه. يلا على جوه. خليه انا ممكن اروح بتاكس يعني، مش مشكله. انزلي انزلي انزلي. ما شاء الله هي كمان نتايه. اصل صحتها تحس انها مديه على ذكر جامد قوي، ذكر جامد يعني. وبعدين بص بتكره الفانيلات موت. طب باي. ساره ممكن اقول لك حاجه؟ قول. مين ادهم ده؟ اولا السؤال ده كتر، وادهم ابن خالتي، وماما عايزه اتجوزه لي، وانا استحاله اتجوز واحد ما بحبوش. ومفيش امل تحبيه خالص؟ اصل انا شايف انه شاب لطيف وظريف ورخم يعني. تصبح على خير يا عمر. لا تصبح على خير ايه، ده انا هستناكي هنا لغايه ما تطلعي فوق وتشاوري لي من فوق. طيب اوكي يلا باي باي باي. ياه نسيت اسالها مين ادهم ده. عمر انا قلت انت نسيتيني. صباح الخير. محسن معتز قال لي اجي علشان كلمني وقال لي. ازيك يا باشمهندس؟ ما بتردش عليا ليه؟ ده انت ما بتردش على حد خالص بقى. انا برضو انا ما كنتش عارفه ان قلبك اسود كده. وانت عندك عقده من الاسود. انت بتنهك كده ليه؟ فيش، اصل كنت برسم سلم عالي شويه. علشان بتخاف من الاسانسير مش كده؟ انا ما بحبش اطلع في الاسانسير، تفرق كتير قوي. طب ما ترسم لي كرسي اقعد عليه. اتفضلي قعدتي. سيبي المثلث في حاله. سيبي المثلث في حاله. طب ازاي ده مثلث وده مثلث؟ عشان دي من اب وده من اب تاني. ايه هندسه وراثيه عادي. طب انا بشرب كابوتشينو. ايه قلتي؟ ايه كابوتشينو؟ كابوتشينو. اه انت بتشرب كابوتشينو؟ اه. من امتى بتشرب كابوتشينو؟ اصل انا مدمنه كابوتشينو، دي اول حاجه بعملها اول ما اصحى من النوم، بضرب كوبايه كده على الريق. كوبايه على الريق؟ كوبايه مش جوينت خفيف كده حتى؟ وبتشربي افغاني ده ولا بلدي؟ كابوتشينو عادي. ابو رغوه ده؟ رغوه؟ مين ابو رغوه ده؟ ده التاجر. ها خطر انت يا خطر. ما انا ابو رغوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ كابوتشينو. قولي قولي ده معتز بيدوخ على ما بلاقي حته. كابوتشينو. كابوتشينو كابوتشينو تقصد كابوتشينو اللي هو البني؟ اه ابو صابون على الوش دوت وبيتقلب وبتشرب في مج. اه يا شيخ السخن ده اللي بيعمل شنب ابيض هنا ده. لا ما عندناش منه ده، ما عندناش. بتجيبوش مش لانه بيعمل شنبه فمنعناه في المكتب خالص. ولا انت بتحبي الشنبه؟ اها. هاي بتحبي الشنبه يا ابن الكلب يا معتز؟ بتحبي الشنبه؟ معلش سوري. الو انت حيوان يالا، عمال اكلمك من الصبح ما تردش عليا ليه؟ انت هتقعد تقول لي اصل وفصل؟ بقول لك انت لازم تمشي من عندك فورا، فادي جاهلك في السكه. ايه هو عارف مكاني منين؟ يحيى؟ هو عارف يحيى منين؟ ايه؟ مسدس؟ وجاب المسدس بكام؟ يقتل؟ طارق مين؟ النمرة غلط يا عماد. ايه
ايه في ايه؟ مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه. يلا بقى نمشي لحسن مفيش حد خالص في المكتب، وانا وانتي هنا لوحدينا والشيطان زمانه جاي، فممكن يحصل اي غلط ولا حاجه. يلا يلا يلا. استنى شويه، عايزه اسالك سؤال. انت لما بتكلمني في التليفون تبقى قاعد فين؟ تبقى قاعد هنا ولا تبقى قاعد هنا؟ قاعد ايه وهنا ايه؟ يلا مش وقت رومانسيه واوتار الليل دلوقتي. يلا بقى يلا. استنى، انت مالك النهارده؟ انت غريب كده ليه؟ معلش. طب انت ماشي كده ليه؟ ما تمشي كويس. هي دي مشيه المكتب. يلا بقى يلا. حبك الجهام، اوعى تكون لسه زعلان من اللي عملته مامي لما كنت حبيت عندك في البيت. لا ازاي، مامتك ست فاضله وحضرتك اخت فاضله، ازعل من ايه؟ مش اي حاجه. على فكره نسيت قميص نومن بتاعي عندك في البيت. الصغير ده فاكره ده بتاعك وانت صغيره فاكره. بصي احنا مفيش حاجه تضيع عندنا ابدا، انا شايله عندي في البيت مع الطرحه بتاعه مامتك، بتاعه السيده الفاضله مامتك. دي باكنجهام اخت فاضله و... يا ساره عمر. انت عرفت مكاني ازاي؟ من المرور. طب تهزر؟ امال يعني بتكلم بجد؟ عموما انا ما بحبش التهريج في الهزار لانه في الغالب بيقلب بضحك. كفايه رسم بقى، وريني كده. الله، تحفه فظيعه. ايه ده؟ انت مجنون؟ ايوه انا مجنون، والمجنون ده جاي اقول لك ان قميص النوم اللي البنت بتتكلم عليه ده بتاع معتز. والله قصدي تبع معتز، والبنت دي نفسها معرفه معتز انا ما اعرفهاش. وحياة عينيا ان شاء الله امتص في نظرك، يا رب يجي لي شلل في رجلك ان كنت بكذب عليك. انت البنت الوحيده اللي انا اعرفها في حياتي. صدقيه. خلاص بقى عشان خاطري. ايه ده؟ خلاص بقى يلا. طب ها الموبايل ده في الفيوم، لقط من الشبكه 18 كي. ثانيه واحده هعرف لك فين بالظبط. الو، ايوه فادي باشا، عرفت لك مكانهم فين بالظبط. قوم يا استاذ، ده اللي صار. نقول لها مين؟ يلا بسرعه. يلا كل. حاضر. ساره، انا في حاجه مضايقاني ولازم اعترف لك بيها. ساره، انا لسه. ساره، في حد بيسال عليك بره. حد مين؟ طبعا اذنك يا عمر، اتفضلي. حضرتك تحب تشرب حاجه؟
لازم اقول لها الحقيقه، لازم اقول لها. ما اقولهاش، اقول لها ما اقولهاش، اقول لها ما... ايه ده ايه ده؟ مش كنت طلبت مكرونه اسهل؟ اتاخرت ليه دي كمان؟ اتاخرت كده ليه؟ ده انا قلقت عليكي، كنت هقوم اشوفك وما رضيتش اكل. ايه مالك؟ مش عارفه، في حاجه دخلت في عينيا ومضايقاني قوي. ممكن تجيب لي منديل؟ اه طبعا، ثانيه واحده. طارق، ممكن تديني فرصه افهمك؟ تفهمني ولا تكذب عليا؟ علشان خاطري. ليه كذبت عليا؟ انا عملت لك ايه؟ علشان كنت بحاول اقرب لك. يعني يوم ما قلت لي انك حلمت بيا كان كده؟ كان حقيقه، بس بالنسبه لي كان حلم. ساره، بس ازاي ده انا كمان حلمت بيك؟ انا اللي وديتك المستشفى. حتى الحاجه الحلوه طلعت كده؟ اوعدك انه أوعدك إن كل حاجة بعد كده هتبقى حقيقة، صدقيني. سارة، مش مصدقاك، أنت كذاب. أنا لو فكرت أتجوز هتجوز جواز تقليدي عادي يعني من غير حب. ألو ريهام، أنت معايا على الخط؟ أعتقد الاتصال اتقطع، لكن خلونا نرجع تاني نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة مساء الخير. أيوة. نتعرف بيك؟ طارق أو عمر، يعني اختار اللي يريحك. إيه يا عم مالك مغمقها ليه؟ لان انت مش حاسس باي حاجه. امال فين بقى التسامح عن الحب، التسامح في الحب اللي انت كنت بتقوله كده؟ موجود يا طارق. ما هو انا عايز اقول لك انه الواحد ممكن يكذب، بس ما بيبقاش عارف انه بيكذب. لا انا كنت عارف ان انا بكذب، بس انا مش ما قدرتش اقول لها، كنت خايف تضيع مني. وبعدين ما هي كمان بتكذب، هي ما بتقولش اسمها الحقيقي لما بتتصل. انا بحبها. الو، انا بحبها. الو 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 الو. اعتقد الاتصال اتقطع، ولكن الو يا طارق او عمر. الو اعتقد الو اكيد قفل يا طارق، اكيد قفل. سامعني معلش. لا ما قفلش. بقول لك يا اخي قفل، اسمع الكلام. قفل. الحب حاجه غريبه. ليه قفل؟ هو النهارده جمعه ولا ايه؟ ليه قفل؟ ليه قفلت؟ ليه قفل يا اخي؟ اسمع الكلام، بقول لك قفل. يا طارق يا طارق، ما ردش عليا ليه؟ ها؟ ما ردش عليا ليه؟ استنى يا طارق، انت رايح فين؟ استنى، يا مجنون انت، استنى يا طارق. استنى هنا يا طارق، استنى انا جاي معاك. طبعا مروق نفسك وبتحط برفان، وانا دايخ عليك. ورحت لك عند ساره بيت وما لقيتكش، كنت فين؟ ساره طلعت مش ساره معتز. ساره طلعت مش ساره. ايوه ما طلعتش ساره اللي بيدور عليها زفت التين اللي اسمه فادي ده. نعم
قلت لك 100 مره انسى الموضوع ده. انساه بقى يا اخي انساه. قول لي بس شكلي كده كويس ولا غير القميص ده؟ انا ما كنت عايزك هوي بس انت حاطط المكوه فين يا اخي؟ هنروح لها بقى زيزو. سارة ولا عند ادهم في البيت. طب ما ايه المشكله؟ ما انا عارف بيت ادهم ده فين. هروح لها هناك. سارة اتخطبت لادهم. طارق انا اسف بس كان لازم اقول لك. بس انا نفسي اشوفها. طارق انا عايزك تهدى وتسمعني. يلا انت حد جميل قوي. اوعى تعمل زيي والدنيا تاخدك وما تفرقش معاك اي حاجه. هي قالت لي انها ما بتحبش ادهم. لو كانت بتحبك كانت سامحتك. بس انا جرحتها يا معتز. ادينا وصلنا اهو. ايه ده بقى؟ مش عايز توتر. هتشوفها فاهم. استنى بقى. استنى انا جاي معاك. رايح فين؟ طالع لسارة. طالع لاستاذ ادهم. اقول له مين؟ اقول له طارق الوكيل. طب استنى. اقول له طارق الوكيل. ثواني. انت بتعمل ايه؟ استنى لما تنزل يا عم. هو لما يقولها ما هتخليني اطلع. هي هتخليني اطلع. ما هو محدش بيرد. يعني ايه محدش بيرد؟ ما ينفعش. خلاص يا طارق انت هتخلي مع الراجل. خلاص انسان عادي. انا هتحدى اي ظروف. انا مش هخاف المرة دي. ضاع من عمري سنين في الخوف. مش هكون انسان عادي. انا هتحدى اي ظروف. هوصلك حتى لو عارف اني ممكن اموت. هوصلك ولا اللي حبك موت. هوصلك حتى لو عارف اني ممكن اموت. هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت. ولو ايديكي ما لمستش ايديا كفاية عليا اموت وانا شايف لهفتك عليا. الفراق إحساس من أسوأ ما يمكن، بالذات لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض. الفراق جرح في القلب. لو بنحب بعض لازم نحافظ على الحب. لازم تبقى قلوبنا على قلوب بعض. لازم تبقى ايدينا في ايدين بعض. لازم نحافظ على حبنا بكل طاقتنا. إذا أردت شيئا بشدة فاطلق سراحه، فإن عاد إليك فهو ملك لك إلى الأبد، وإن لم يعد فهو لم يكن لك من البداية.
انا مش مصدق نفسي. انت هنا فعلا؟ ما تشيل البتاع اللي بتوقعك دي الاول. انا حلمت بيكي تاني. لا والله بجد حلمت بيكي. حلمت بايه؟ حلمت ما انت مش هتصدقيني. قول انت ومالكش دعوه. حلمت انك مسكت ايدي. والله؟ طب اليمين ولا الشمال؟ لا كانت الشمال. بس انا مسكت ايدك اليمين. يعني ايه؟ يعني انا جيت لك المستشفى. لا بجد؟ طب يلا نروح المستشفى. يلا نخرج من هنا. انا كده مرفوض مرفوض. امي كانت دايما تقول ان البني ادم اللي بيقع ده بيبقى بني ادم غبي. الله يمسيها بالخير بقى ويرجعها بالسلامة. الو عايز مين حضرتك؟ عمر ابو الوفا؟ مفيش حد هنا في الاسم ده. وماله؟